لما ناخد التليفون كنت بتقولي ان احنا بقينا بنعبر على السوشيال ميديا عشان حاله ميراث الكبت اللي حصل، لانه ده شيء طبيعي على فكره، ما فيهوش تجاوز. لو هي جواها حاجه او ده حاجه حقيقيه مش هتقول قدامك. لا هو كمان الدنيا اتغيرت، يعني زمان فتى الاحلام كان هيبقى وسيم زي رشدي بيه، باشا، اباظه، احمد رمزي، الوسامه في الفيزيكال ابييرنس، في الشكل، في التسريحه، في الجسم، في العضلات. الدنيا اتغيرت دلوقتي. محمد صلاح نجاحه هو اللي عامل له الهاله اللي حاله، النجاح نفسه في بس مش فتى احلام بالظبط. يعني انا بحب كل يوم عارفه ليه؟ عشان صورة. طيب لا لا فتى احلام علشان هو وشه بديل كده ومبتذل، بالعكس ربنا صارف له. لا 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 بالعكس، دكتور مروان ما كانش جريء، كان هادي جدا، محترم، بس اللي شد البنات ان انت قدامك حد محترم. طب ابو جبل بيتكلم معاك بيسمعك. بصي ابو جبل ايه اللي خلى البنات تكرش عليه؟ هقول لك على حاجه. اول حاجه ابو جبل لما كان فيه وجود الماتشات ومش عارف ايه، بداوا يكرشوا على شكله حلو، جميل، كاريزما بتاع، لا وبطل كمان. خدي بالك ان قولي 50% من اراء البنات عن ابو جبل اختلفت كتير بعد ما سمعوه. لا مش بعد ما سمعوه، بعد ما هو قال يعني كلام مش واضح على قصة علاقته دي. خلينا ده ده موضوع تاني. 50% من البنات قالوا هم اختلفت زي لما طلع متجوز 50% الاسهم بتاعته نسيت. فهمتك. اذا معنى كده ان احنا في مصر البنات بتوعنا مش هبل خالص، ان هم ممكن يطلعوا يعني فتره في حد يبقى نايس وجميل، بس مش معنى كده ان انا هموت بقى ولا لا لا بيفنفنوا على بالظبط بيفنفنوا. طيب البنات طول عمرها بتشوف راجل وبتعجب بيه، ده حاجه طبيعيه جدا ما تقدرش ننكرها. دي حقيقه، وده طبيعي. الفرق فقط في الافصاح، ما كانوش زمان يقدروا يقول، صح، دلوقتي بقوا بيقولوا السوشيال ميديا. ده شيء صحي على فكره، ان ما كانوا الستات بيقعدوا مع بعض يودودوا كده في ودان بعض، فلان الراجل ده امور، ده راجل ده، انما يطلعوا يقولوها كده جهرا دلوقتي بقى بيحصل كده. طيب. عشان هم مستخبيين ورا الصفحات بتاعتهم.